أهلا مشاهدينا من جديد ومتابعين، لكن الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم مشاهدينا حساب من الانستغرام بعنوان مدبلجات أبد الكويتية. هذا الحساب أنشأ شاب كويتي اسمه عزيز النصر الله، ومن خلاله تقمص أصوات الشخصيات المدبلجة بحرفية فنان. ونتابع. بس كنت تخزي بحسني الفتان، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. عفوا جواز الأخت. يا محمد أختي، صورتك بالجواز غير. مو غير، شادة خدي اليمين. ليلة صحيح. ضيم 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 قطيعة. إي بعد محترة، جمال ودلال وكمال. شوفي أكيد تغار وين بتحصل. لميس سمي خالتي، ترى قلت اللي تشعر ويعوح ماخذيني من بيت أبوي عشان تدلوني يا الكلاب. بنيتي كماري برينج مقص اي كات قبله. هاو يما شنيور، ما في شيء كنك البقعة. العدو مو حلو، ويعني الحين كل العريم كذي يلبسون ويعادي مرتين. شنو مكسر وموش ليه طلعناه؟ شو بدي اياه؟ هو مكسر ذهبي زينه. هاو بس عيل المرة الجاية تويزر ونجيب له عادم بشرين به. إذا فعلا مشاهدين حساب جميل ممتع، ويعني كيف يختاروا هذه الجمل، كيف يركبوها، جميل جدا. مشاهدينا طبعا أكيد كلنا عندنا رغبة في التعرف على ثقافات الشعوب. زميلنا نايف الركف عاش هذه التجربة والتفاصيل بيورينا عليها، تحديدا أنه صار عريس لأكثر من مرة. نتابع التفاصيل مشاهدينا مع نايف في التقرير التالي من مهرجان الشعوب. شهدت العاصمة الرياض اختتام جامعة الملك سعود لمهرجان تراث الشعوب في دورته الثامنة، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة المنح ورعاية الطلاب الوافدين. إذ احتوى المهرجان قرابة 25 جناحا يمثل كل جناح دولة من الدول التي ينتمي لها طلاب المنح، وجناحا للإدارة المنظمة، ومسرحا خاصا للعروض التفاعلية. نحن شاركنا في معرض التراث الشعوب الثامن في جامعة الملك سعود، واسم عاصمتنا يعني دكة، والحمد لله يعني شاركنا في هذا المعرض بعض المأكولات الشعبية وبعض المناطق الصور الموجودة. التقاليد في إندونيسيا كثيرة، ومنها أنا ألبس زي من سومطرة، زي يعني من سومطرة هنا، زي من جاوة، وزي من جزر أخرى. إننا أكثر من 600 لغات، أكثر من 600 لغات، لكن تجمعنا لغة إندونيسية. الطالب بطبيعته لا يمكن أن يبقى حبيس قاعته الدراسية أو الإسكان الذي يعيش فيه طوال فترة دراسته. الطالب عندما يشارك في المناسبات، عندما يشارك في الفعاليات، في المهرجانات، تكتشف شخصيته أكثر، يكتشف إبداعه، يكتشف كذلك كثير من المهارات التي يتميز بها، لكنها لا تتاح له ما لم يكن هنالك مثل هذا المهرجان. أنا متأكد أن هؤلاء عندما يعودوا لأوطانهم سيكونوا سفراء للمملكة هناك. كما رأيت أنت كلهم دول إسلامية وكل أبنائهم ما شاء الله موجودين هنا، ليس في جامعة الملك سعود وإنما في كل الجامعات يعني في المملكة العربية، وشيء هذا إن شاء الله يعود للفضل الله سبحانه وتعالى ثم لقيادة هذا البلد. تضمن برنامج المهرجان عروضا من قبل طلاب المنح لعادات شعوبهم وثقافاتهم في شؤون حياتهم المختلفة، وتضمن المهرجان أيضا على عرض لأفلام وثائقية وعروضا شعبية تفاعلية وخطبا طلابية تحكي تاريخ بلدانهم وجغرافيتها وحضارتها.
إذا مشاهدينا كل الشكر طبعا للزملاء أروى توفيق وطبعا نايف الركف اللي أتحفنا مشاهدينا أمس. كان كل ما يصور مثلا زي عريس أندونيسي أو من بنغلاديش كان على طول يرسلنا صور، طبعا ربي يعطيه العافية. ومشاهدينا طبعا نحاول نكون متواجدين في كل مكان في فعاليات هنا في الرياض أو في جدة أو طبعا في أي مكان من أماكن المملكة، ومستمرين لكن بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، أسرار مهنة الصبابة مع ضيفتنا أم فهد.